السلام عليكم، معكم لطيفة من قناة Everything with Lola. اليوم جيت نقدم لكم الغريبة البهلة الأصلية مع سر التشقق ديالها وبطبيعة الحال بعض النصائح الأخرى. قبل ما نبداو المقادير وطريقة التحضير كيف العادة، إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا الوصفة مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل الفائدة، ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، ما تنساوش كذلك تشتركوا في القناة ديالي باش يوصلكم دائما جديد القناة، هادشي إلا كنتو مازال ما شاركتوش. وبطبيعة الحال ما نساوش صفحتنا على الفيسبوك Everything with Lola، حتى هي نديروا لها لايك. الآن نبداو على بركة الله على المقادير وطريقة التحضير، فهي مكونات بسيطة جدا وقليلة وان شاء الله ناجحة جدا. فاحنا غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، نص كيلو ديال الدقيق الابيض او الفورس، غادي نحتاجو كاس ديال الانباء ديال الزيت، غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبدة مذوبة او نص رابعة، فانا حطيتها لكم في كاس العنب باش يبان لكم تقريبا هو كاس الماروب، غادي نحتاجو كاس ديال السنيدة، غادي نحتاجو قبيصة ديال الملحة، وغادي نحتاجو معلقة كبيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، أولا إلا كنتو كديرو بالباكية ديال الخميرة فهي باكية ونص، أولا 10 غرام أولا 11 غرام. كاين بعض الدول اللي فيهم الخميرة فيها 11 غرام فباكية وحدة، بالنسبة اللي فيها 7 غرام فهي باكية ونص. كنبداو على بركة الله الطريقة. فأول حاجة كنديروها كنغربل الدقيق، الا كان عندي ما مغربلش، الا كان مغربل فهو سي بون. من بعد ما غربلنا الدقيق فنبداو على بركة الله، او كنديرو هكا حفيرة في الوسط، نديرو قبيصة الملحة، فالملحة كطلع لينا هذوك بالنسبة للحلويات كطلع لينا هذوك الحلاوة، نديرو كاس ديال السنيدة، نديرو معلقة ديال الخميرة بالحلوة او البيكين باودر او لفيغ شنيت اوبس، تكون اون كويير غاز يعني ماشي تكون عامره، تكون يلا هي هذيك واحد قد ما بغاش تقاد ليا. كنديروا واحد في الجناب، نخويو الزيت ديالنا وكذلك الزبده، ونبقاو هكا حتى كنجمعوها. فمن بعد ما كتجمع لينا العجينه فكنبقاو نديرو فيها هكذا. بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل ديال التشقق ديال الغريبه البهله، فاحنا شنو كنديرو، كنجيبو حكاكه بحال هكذا ونبداو نحكو فيها العجينه ديالنا. كوا تقريبا واحد جوج ديال المرات اولا ثلاثه، فهذا هو اللي كيخليها لنا تشقق. الوغ من بعد ما حكيتها دوزتها في الحكاكه، فحنايا كنحاولوا هكذا نجمعوها. كناخدو هكذا كويرات يعني بالحجم اللي حبينا، وكنبقاو نديروها هكذا في يدينا بحال هكا باش هذاك، علاش حنا كنحكوها في الحكاكه كيف قلت لكم على ود باش تشقق لينا، فالحكاكه هي كتعاونها ان داك الزبده هذه كتلق في هذاك الطحين فكتجي مزيانه. فمن بعد ما كنديروا لها هكذا كنبداو نديروا لها هكا بين يدينا كيف كتشوفوا معايا، فانا كيف شفتوا ما دايرهاش حجم كبير، هي الغريبه كتبغي تكون كبيره، هي انا ما كتعجبنيش الحلوه تكون كبيره. فبهذه الطريقه الا شفنا باللي يعني ما كتجمعش لينا ولا، ف
فممكن نزيدوا لها شويه ديال الزيت، يعني تقريبا واحد المعلقه ولا. بالنسبه للمبتدئات او اللي عمرهم ما صايبوا يعني الغريبه، فممكن نتوما تاخذوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الحبات وتجربوهم مسبقا باش تعرفوا باللي واش هذاك هو القوام اللي غادي تحتاجوه ولا لا. ثاني حاجه بالنسبه للفرن، فاحنا كندخلوها على فرن درجه حراره ديالو 200 درجه فرنهايت، عفوا 200 درجه سلسيوس 400 درجه فرنهايت. بالنسبه للناس اللي عندهم الغاز او الفران ديال الغاز، فحنايا كان واش تجمعلي، فحنايا كنديروا كنشعلوا لها من الفوق حتى كتشقق لينا الغريبه ديالنا، عاد باش كنشعلوا لها من التحت باش تكمل الطياب ديالها. فانا غادي نستمر بهذه الطريقه هذه ونتلاقاو من بعد. فكيف قلت لكم الا ما بغاتش تجمع لكم زيدوا لها شويه ديال الزيت، مي انا راه هكا تجمع ليا فانا ما محتاجاش انني نزيد لها الزيت. فهذا الشيء الزيت يعني على حساب الطحين ديالكم واش كيتشرب ولا ما كيتشربش، مي دونك حد العمليه نديروا لها هكذا ومن بعد نكوروها بيدينا. ها هما الغريبات ديالي كورتهم، فانا غادي ندخلهم الفران. فكيف كتشوفوا فانا دايرهم متباعدين، دونك نتلاقاو من بعد. الوغ الغريبه ديالنا ها هي دي وجدات كيف كتشوفوا معايا في الصوره، فها نتوما كيفاش كتجي. فهي كتجي فريمون مشقه مزيان، فتبعوا غير النصائح اللي عطيتكم في الفيديو ان شاء الله تخرج لكم مزيانه. فكنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم. شكرا على المتابعه والسلام عليكم.